كيفكم اليوم؟ بسوي لوك، من زمان ما سويت لوكات، بس اليوم ابي اسوي لوك حيل خاطري من زمان اسويه. بسوي هنا باخذ كنتوب غامق، بسوي في لاينر. طبعا هذه المهمة تسهل علي كثير في الدمج. طبعا انا من النوع اللي اذا جيت اسوي دبل لاينر اسوي الجزئية اللي هنا قبل، دائما كذا عندي اريح. وما طبعا لو سويتيها من بداية الجفن وخلصتي الشغل اللي بداية الجفن، بس يعني انا احب كذا. اوكي، راح احط درجة بيج فاتح تحت الحاجب عشان تسهل علي رسم الحاجب بعدين، او عشان تبين، بما اني ما ارسم حاجبي، تبين شكل الحاجب نظيف من تحت. طبطب الفرشة كذا مسطحة عشان يثبت عدل. بعدها تحطون على شادو فاتح، أو إذا تبون تحطون عليه روز باودر، هذا شيء رجع لكم. أنا دائما أستخدم درجات بيج فاتح من الشادو عشان أحطها تحت الحاجب، هذا طريقتي دائما. ما كثير احط بس بودر، خليني اجيب الشيء الثاني. طيب راح اجيب فرشاة ادمج فيها هذا الكونتور اللي انا سويته. بعدها ثبتينا بشادو مات. اذا حبيتي تخففينه تاخذين فرشاة نظيفة وتحاولين ان انت تدمجين بالطريقة، راح يخف معك. بالنسبة لي هذه الدرجة اللي انا ابيها من الاساس، بس راح اجيب شادو مات واحطه فوق، اثبت الشادو اللي حطيته بشادو مات لون بني. تلاحظون اللوكات كلها واحنا نسويها شكلها يكون مو حلو، بعدين يبين اللوك عشان بعضهم ما نرضى لهم يمسكون المغاية، لان الخطوات شكلها مش حلو تروع. انتظروا انتظروا ريلاكس لما يخلص اللوك يبين الشكل النهائي. استخدم كونسيلر فاتح كذا، حطيت من هنا عشان اخذ اقل كمية، وبعدها ابدأ ارسم اللاين في داخل. خلنا ناخذ معاي انا ما اشوف كذا، بعدين تعبين المساحة دي داخل هذه باللون اللي انت تبينه. طبعا كمية الكونسيلر للأسف صارت كثيرة علي، بس مفترض انها تكون اقل، او تستخدمين برايمر للشادو يبرز لك الالوان. إذا في شيء تحسين رسمته غلط أنت ترتبينه بنفسك. طبطبت بالبلندر عشان تقل الكمية اللي أنا حطيتها، أحط لون كذا جاي من النحاسي على البني، لكن لما يعني مش مات. طيب اللون وردي هنا، احاول اني اخففه، يعني هو اساسا لون قوي، فانت بعد ما تحطينه حاولي تخففينه، تحاولين تدخلينه كذا. بس اول شيء قبل لا تدخلين على اللون الثاني انك انت تعبين هذه المنطقة، هذه اول، عشان قبل لا تصير كل الالوان تتداخل بعضها وتدخل بلمعة النحاس.
الرأسية على هذا اللون بالشكل. أحاول أدخل اللون الوردي على اللون النحاسي كذا، أخلي يدي خفيفة عشان ما تتناثر اللمعة كثير على العين وما يصيرون اللونين كأنهم واحد بالنهاية. أوكي، بعدها راح آخذ لون وردي فاتح. أول شيء راح آخذ لون كذا شوي على أبيض، أول أسوي هالشكل. لا تنسون إن أنا أبرز التدويرة اللي هنا، طبعا هذا ما راح يضغط كذا، أتخاف من يعني هنا. بعدها تخفف هنا هالشكل، باخذ لون وردي في لمعة أحب أدخله هنا، نفس الشيء اللي العين الثانية، وأحاول إني أخففه أو آخذ فرشاة نظيفة وأحرك اللون كذا عشان ينعم ما يكون مرة أوفر، ونفس الشيء تدخلونه حتى على الأبيض. طيب الحين بجي أشتغل على الجزء الأخير، راح آخذ هذا اللون تقريبا هو جاي كذا الماروني، راح أحطه على نفس اللي حطيته أول شيء، هو اللي رسمت فيه الدبل لاينر، راح أحط لون على الماروني كذا، هم كذا لونين متداخلين على بعض أكثر. طبعا راح يظل البني اللي حطيناه بالأساس، بس هذا كتكمل اللون. أجي تحت العين، عندي تحت العين هنا راح أحط شوي كونسيلر عشان أبقى المنطقة هذه نظيفة، راح أحط فيها بيج. طيب وبعدين راح أحط هنا بنهاية العين، أحاول كأني أشبكها مع فوق، يعني ما راح أحط شيء زيادة تحت، لا بالعكس. طبعا أنتي ممكن ما تحتاجين خطوة الكونسيلر، بس أنا تحت عيني حطيت مسعر بس باودر كثير، عشان كذا لو احط لون الحين ما راح يثبت، عشان كذا حطيت كونسيلر مرة ثانية. طيب ما لكم شغل اللي ينزل تحت، انا اصفى كله بالباودر كومباكس باودر اخر خطوة. بعدها هذا اللون لا تنسون ان هذي لازم تشبكونه في بعض عشان يبين كأنه ممتد من تحت إلى فوق اللي هو اللاينر. طبعا عندكم هنا مش حادة، رسمة مش مضبوطة، تاخذون كونسيلر وتمسحون اللي ما تبغونه، سواء بمزيل ميك اب او بكونسيلر راح ينضف لكم. بعدها هذا الماسكارا من سيفورا، حجم صغير، هذا تناسب الرموش السفلية أكثر شيء، أو الرموش اللي هنا اللي عند المبنى. في كثار دائما يسألوني عن كحل المدمع، إيش فيني؟ هذا الكحل أخذته من ماك، تمني أخذ شيء استخدمته ويجي ريشة كذا، استخدمت هذا زبونات حيل عجبني، يعني أول شيء نويت ربوف، ثاني شيء بدل ما عاد زبونه ما يصيح نفس محمود سعيد، وصراحة يسوى يعني، بس عيب الأقلام هذه تنشف، عاد أول مرة أجربه ما أدري إذا ينشف بسرعة أو لا، بس شوف هذه اللوكات شوي ثقيلة وغريبة، فإنها تحتاج رموش، تحتاج عدسات عشان تبين كذا حلوة. هنا ركب الرموش، أنا أضف بعض الأشياء اللي طبعت
مصوب اللوك. بسوي حواجبي بصبونة الحواجب، صح حواجبي صار يعني مو مرتبين أبدا. أنا ما كنت مستعدة حق لوك بصراحة، بس قلت دامني اليوم ما عندي شغل خليني أتفنن بعمري، سوي كذا فعالية حلوة وقلت سناب.